طيب نروح للنوستالجيا اللي هي جزء اساسي من برنامجنا. ونوستالجيا الاهلي النهارده هنتكلم في تاريخ 22 يونيو، بس هنرجع لعام 1949 اللي كان ميلاد كابتن محسن صالح نجم وسط الاهلي في السبعينيات من القرن الماضي. وهو من مواليد بورسعيد، بدا مشواره الكروي زي ما احنا طبعا عارفين متذكرين بالنادي المصري، ومنه انتقل بعد كده لنادي التضامن الكويتي، ثم النجم اللبناني، انتقل بقى للنادي الاهلي كان في صيف 1974، واستمر في صفوفه حتى اعتزال الكرة صيف 1979. ساهم بقى مع زملائه في ايه؟ ساهم مع زملائه في الاهلي في الفوز باربع بطولات للدوري العام، بطولة في كاس مصر، وبعد الاعتزال كمان عمل مساعدا لهيدوكوتي المدير الفني للنادي الاهلي، وبعدها عمل بالتدريب للعديد من الاندية الخليجية والمصرية. وابرز انجازاته كان الفوز مع الاسماعيلي بكاس مصر اللي كان موسم 99-2، الدوري العام اللي كان موسم 2001-2002. وعلى كمان مستوى المنتخبات تولى تدريب منتخب مصر للناشئين، منتخب ليبيا، منتخب اليمن، والمنتخب المصري الأول لكرة القدم. فاسم كبير جدا يعني كابتن محسن صالح، حاجة محترمة. وبعتقد كل رمز من رموز الأهلي برضو بيبقى ليه كده مكانة كريم كبيرة. احنا كلنا بنسعد ان احنا حتى في النوستالجيا يعني ان احنا بنشوف تاريخ كبير كده عن شخص كان بينتمي للنادي الأهلي. لو ما كانش كده ما كانش بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي ويلعب ضمن وبعدين خلي بالك الازمنه دي والاجيال دي كل اسم فيهم اتقل من التاني، يعني حاجه عظمه على عظمه زي ما بيقولوا. طيب